بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الطلبة، مرحبا بكم مع فيديو آخر من فيديوهات الرياضيات، والذي سنتكلم من خلاله عن فرض محروس رقم واحد بالنسبة لشعبة العلوم الرياضية، الفرض الأول. وأنصح أيضا بهذا الفيديو تلاميذ السنة الأولى علوم تجريبية، سيستفيدون إن شاء الله من هذا الفيديو. إذا على بركة الله ننطلق في قراءة التمرين. أن كونسيدير لي بروبوزيسيون سويفونت، يوجد على الأقل إكس ينتمي إلى إر ناقص، حيث x مربع ناقص 10x زائد 9 تساوي 0، و x أس 2 زائد 2x ناقص 3 يساوي 0. ما معنى ذلك؟ يعني أنه يوجد على الأقل عدد حقيقي سالب، بحيث يكون حل للمعادلة الأولى أو يكون حل للمعادلة الثانية. La proposition 2, quel que soit x appartient à R, tel que x carré plus 2 est supérieur ou égal à 2 racine de 2x, et x carré moins x plus 1 sur x carré plus 1 supérieur ou égal à 1 demi. يعني مهما يكون x من R، فإن x مربع زائد 2 أكبر من أو تساوي 2 جذر مربع 2x. وأيضا انتبهوا جيدا، هنا فرق بين البروبوزيسيون الأولى والبروبوزيسيون الثانية، وأنه في الأولى عندنا O في الثانية عندنا A. وأيضا x مربع ناقص x زائد 1 على x مربع زائد 1 أكبر من أو تساوي 1 على 2، يعني أن هذه المتفاوتة دائما صحيحة. إذا والبروبوزيسيون الثالثة تقول كيلكو سوا x أبارتيان R، x كاري سوبيريور ستريكتومون أ 9 إمبليك كو x موان 3 فاكتور دو x كاري بلوس 1 إي سوبيريور ستريكتومون أ 0. يعني أنه كيفما كان x من R، إذا كان x مربع أكبر قطعا من 9، فإن أو يستلزم ذلك أن x ناقص 3 عامل لـ x مربع زائد 1 أكبر قطعا من 0، يعني موجب قطعا. البروبوزيسيون الرابعة تقول مهما يكون x من R، يوجد على الأقل y من R، بحيث أن هذه المعادلة محققة، يعني x y ناقص 2019 يساوي 2020 x زائد y. والبروبوزيسيون نيميرو 5، il existe au moins x appartient à R، يعني يوجد على الأقل x من R، بحيث quel que soit y appartient à l'intervalle R tel que bien l'ensemble R tel que x y moins 6 égale à 2x moins 3y. L'asile est que telle. Donnez en justifiant votre réponse la valeur de vérité de chacune de ces propositions. اعطي قيمة حقيقة كل عبارة من العبارات السابقة مع تعليل الإجابة. La deuxième question, écrire la négation de chacune des propositions P1, P2 et P3. اعطي نفي العبارات P1, P2 و P3. إذا أدعوكم للتفكير في التمرين، ثم بعد ذلك ننطلق في الإجابة على السؤال أو على الأسئلة. إذا نبدأ على بركة الله مع السؤال الأول. Nous devons donner la, en justifiant notre réponse la valeur de vérité de la proposition P1. Donc la proposition P1 dit il existe au moins un réel négatif tel que x au carré moins 10x plus 9 égale 0 ou x au carré plus 2x moins 3 égale à 0. إذن يعني أنه يوجد على الأقل واحد العدد حقيقي سالب، بحيث أنه يكون حل المعادلة الأولى أو حل المعادلة الثانية، وبالتالي هاد لا بروبوزيسيون غتكون صحيحة إذا لقينا على الأقل واحد الحل اللي هو يكون عدد سالب بالنسبة للمعادلتين أو إحدى المعادلات. إذن يكفي مثلا إذا وجدنا حل سالب بديهي مثلا يمكن أن نكتشفه بالعين المجردة، فيمكن لنا أن نعطيه، وبالتالي نكون قد أجبنا على السؤال ونقول بأن لا بروبوزيسيون بي أن إفغي. إلا ما استطعناش فحنا غنمشيو بشكل يعني اعتيادي. الطريقة الاعتيادية واللي غيفكر فيها أغلب التلاميذ هي أننا غادي نحسبوا المميز دلتا. إذا سوف نقوم بحل المعادلة الأولى. إذا أون غيزو لا دوزيام لا بروميير إيكواسيون اللي هي La première équation اللي هي x مربع ناقص 10x زائد 9 تساوي 0. لأجل ذلك سوف نحسب لو ديسكريمينون دلتا. كالكولون لو ديسكريمينون دلتا اللي هو المميز دلتا. مميز دلتا كيف ما تتعرفوا هو ب أس 2، يعني ناقص 10 أس 2 ناقص 4 في أ، واللي هو معامل x مربع اللي هو 1 في السي اللي هي 9. النتيجة هي 100 ناقص 4 في 9 تساوي 36، والنتيجة هي 64 وهي 8 مربع. إذا 8 مربع عدد موجب قطعا. ملي كيكون عندنا الحل أو المميز موجب قطعا، نقول بأن للمعادلة كم لها من حل؟ لها حلين. دونك ليكواسيون أدمي دو سوليسيون، x1 إيكال موان b بلوس راسين دلتا سور 2a، إي x2 إيكال موان b موان راسين دلتا سور 2a.
إذا نبدأ بالتعويض ونكتب ناقص ب مأنب ب هي ناقص 10، إذا ناقص ب هي 10 زائد غسين دلتا اللي هي 8 على 2 أ، يعني 2 في 1 يعني 2، إذا تساوي 18 على 2 يعني 9. 9 عدد موجب يعني لا ينتمي إلى R ناقص. ثم بنفس الطريقة 10 ناقص 8 على 2 تعطينا 2 على 2 وهي 1، وهنا لا تنتمي إلى R ناقص. نفترض مثلا أننا لو وجدنا أن أحد الحلين ينتمي إلى R ناقص، إذن هنا نتوقف ونقول بأن PA صحيحة. الآن ننطلق إلى المتراجحة أو المعادلة الثانية. المعادلة الثانية لتتقول on résout maintenant la deuxième équation بنفس الطريقة. أعزائي الطلبة انتبهوا معي، فقط الأمر بسيط جدا في هذا السؤال، يعني المسألة هي توظفون من خلالها قدراتكم على حل المعادلات من الدرجة الثانية باستعمال المميز الذي درستموه في السنة الجذع المشترك، يعني السنة الأولى في الثانوية. إذا 4 2 أس 2 ناقص 4 في أ ليا 1 في سي ليا ناقص 3 تعطينا 4 زائد 12 ليا 16، وهو عدد موجب قطعا. إذا بالتالي نقول أنه يوجد لي المعادلة حلين إكس واحد ناقص ب ناقص جذر دلتا أو زائد جذر دلتا على 2 أ، واللي هو ناقص، إذا لاحظوا ب هنا هو 2، إذا عدد سالب عدد موجب، وأ هو 1 والسي هو ناقص 3. نطبقه ثم نجد أن النتيجة هي 3، عفوا هي 2 ناقص زائد جذر دلتا يعني جذر 16 هي 4 على 2 في 1 يعني 2، إذا تعطينا 6 على 2 هي 3، وهذا العدد لا ينتمي إلى R ناقص. إذا إكس 2 يساوي ناقص ب ناقص جذر دلتا على 2 أ هي 2 ناقص 4 على 2 هي ناقص 2 على 2 هي ناقص 1، وأخيرا وجدنا الحل. إذا هذا الحل هو الذي سيمكننا من أن نقول بأن PA est une proposition est une proposition اللي هي vraie est une proposition vraie. علاش؟ لأن وجدنا أنه يوجد عدد حقيقي سالب يحقق أحد هاتين المعادلتين. ننطلق الآن أبنائي إلى البروبوزيسيون نيميرو 2، واللي كتقول كيلكو سوا إكس من R، إذا هذه المتفاوتة خاصة تكون صحيحة وأيضا الثانية صحيحة لكي تكون العبارة بي جوج صحيحة. إذا لابد أن نتأكد بأن العبارة الأولى صحيحة. إذا نأخذ قيمة إكس من R ونستعمل البرهان بالتكافؤات المتتالية. إذا فهذه العبارة تكافي أن إكس مربع زائد 2، فبما أن هذا أكبر من هذا، إذا نفترض أنها صحيحة، ناقص 2 جذر 2 إكس أكبر أو تساوي 0. لاحظوا معي أن هذه العبارة يمكن كتابتها على الشكل التالي، هي إن إكس أس 2 زائد جذر 2 أس 2 ناقص 2 في جذر 2 في إكس أكبر أو تساوي 0، وهي عبارة عن متطابقة هامة والتي تقول إكس ناقص جذر 2 الكل أس 2 أكبر من أو تساوي 0. إذا هذه العبارة هي عبارة صحيحة، وبالتالي فإن العبارة الأولى أيضا صحيحة. إذا تأكدنا بأن هذه العبارة صحيحة. الآن يجب أن نتأكد بأن هذه العبارة صحيحة. إذا كانت خاطئة نقول أن بي 2 عبارة خاطئة. علاش؟ لأن عندنا هنا كونيكتور لوجيك اللي هو لا كونجونكسيون اي. اذا نبدا الان مع العباره الثانيه. اذا نفس الشيء، اذا هنا نكتب الخلاصه، نقول انه مهما يكون اكس من ار، مهما يكون اكس من ار، فان اكس مربع زائد 2 اكبر او تساوي 2 جذر 2 اكس. اذا الان نمر الى العباره الثانيه، يكون اكس من ار، اذا يجب ان نبين بان اكس مربع ناقص اكس زائد 1 على اكس اس 2 زائد 1 اكبر او تساوي 1 على 2. هذه العبارة تكافئ. يمكن لنا أن نضرب طرفي المتفاوتة في إكس مربع زائد واحد، لأن إكس مربع زائد واحد فهو عدد موجب قطعا، إذا لا يمكن يعني أن يغير الترتيب، وبالتالي تصبح إكس مربع ناقص إكس ناقص إكس زائد واحد أكبر أو تساوي، يعني هنا سأضرب في 2 وهنا أضرب في إكس مربع زائد واحد، ثم تكافئ أنشر هنا تصبح 2 إكس مربع ناقص 2 إكس زائد 2 أكبر أو تساوي إكس مربع زائد واحد، تكافئ يعني نجيبها الطرف الثاني الطرف الأول تصبح 2 إكس مربع ناقص إكس مربع ناقص 2 إكس زائد 2 ناقص 1 أكبر أو تساوي 0، تكافئ
إكس مربع ناقص 2 إكس زائد 1 أكبر أو تساوي صفر، وكما تلاحظون هذه عبارة عن متطابقة هامة، واللي هي إكس ناقص 1 أكبر أو تساوي صفر. إذا خلاصة القول، إذا هذه العبارة صحيحة، وبالتالي كلكو سوا إكس ينتمي إلى R، فإن إكس مربع ناقص إكس زائد 1 على إكس مربع زائد 1 أكبر أو تساوي 1 على 2، وبالتالي دونك لا بروبوزيسيون بي 2 إت أون بروبوزيسيون اللي هي فغي، يعني عبارة اللي هي صحيحة. إذا نتابع أبنائي بالنسبة للعبارة 3، لكل إكس من آخر إكس مربع أكبر قطعا من 9 يستلزم أن إكس ناقص 3 عامل لإكس مربع زائد 1 أكبر قطعا من 0. هنا انتبهوا جيدا وردوا معي البال بالنسبة لهذه العبارة، فهي عبارة عن استلزام، والاستلزام بي أمبلي كيو يكون صحيحا إذا كان بي، أو يكون خاطئا فقط إذا كانت بي خاطئة صحيحة وتستلزم كيو يعني خاطئة. إذا كانت بي صحيحة تستلزم كيو خاطئة، إذا في هذه الحالة نقول أن الاستلزام خاطئ، وبالتالي جميع الحالات الأخرى تعتبر صحيحة، يكون الاستلزام فيها صحيح. لا داعي لأذكركم بجدول الحقيقة لو طابلو دو فيغيتي دو لابليكاسيون. إذا هنا يكفي أن تجدوا يعني مثالا مضادا إذا كان هذا الاستلزام في نظركم استلزاما خاطئا. يعني مثلا تقلبوا على شي عدد لترفعوا أس 2 ويكون أكبر قطعا من 9، ولكن الجداء إكس ناقص 3 عامل لإكس مربع زائد 1 ما يكونش أكبر قطعا من 0. بمعنى آخر لاحظوا إكس مربع زائد 1، أنا فقط لأفتح أرضية للنقاش، فهذا دائما موجب، يعني باش يكون هذا الجداء موجب يعني يجب أن يكون هذا التعبير موجبا. بمعنى آخر أن إكس ناقص 3 باش يكون موجب يعني إكس خص يكون أكبر قطعا من 3. طيب باش يكون إكس ناقص 3 موجب خص يكون إكس أكبر قطعا من 3. إذا إذا كان إكس أكبر قطعا من 3 أوتوماتيكمون فالمربع ديالو غيكون أكبر قطعا من 9. إذا هل إذا كان العدد يعني أصغر من ناقص 3 في هذه الحالة المربع ديالو أيضا سيكون أكبر من 9؟ لاحظوا إذا أخذنا مثلا إكس يساوي ناقص 4، إذا من أجل إكس يساوي ناقص 4، ناقص 4 مربع يعطينا 16، و16 أكبر قطعا من 9، ولكن ناقص 4 ناقص 3 تعطينا ناقص 7، وها هنا عدد سالب. يعني في هذه الحالة الافتراض اللي افترضناه يعني اللي هو البروبوزيسيون اللي انطلقنا منها كانت بروبوزيسيون اللي هي صحيحة، ولكن اعطتنا واحد النتيجة اللي هي خطأ، اذا الاستلزام خطأ. لأن هنا ناقشنا فقط السؤال باش نعرفوا كيفاش نتصرفوا اثناء الفرض، فاثناء الفرض لا يكفي ان تعطي يعني مثالا يعطيك امبليكاسيون صحيحه، لا خصك تعطي مثال اللي من خلاله الامبليكاسيون تكون خاطئه، يعني تبين بان راه الامبليكاسيون راه خطا، والا خصك تمشي باستلزامات متتاليه باش تبين بان الاستلزام راه صحيح. طيب اذا للاجابه على هذا السؤال كيف ما قلنا، اذا ناخذ pour x égale moins 4. Et donc, on a moins 4 au carré est supérieur strictement à 9, mais moins 4 moins 3, facteur 2, moins 4 au carré plus 1, est un nombre négatif. Et donc, fait le hala, on peut donc P3 est fausse. Et ici, c'est un خاطئ. علاش؟ عطينا واحد المثال اللي من خلاله بينا بان راه هذا الاستلزام فهو خطأ. الان نمر الى الاستلزام او العبارة الرابعة. اذا بالنسبة لهذه العبارة، مهما يكون اكس من اغ يوجد اغ من اغ بحيث اكس اغ ناقص 2019 يساوي 2020 اكس زائد اغ. يعني كيف ما كان اكس من اغ فان دائما نجد اغ من اغ ليحقق هذه المتساوية. طيب اذا حنا لكي نجد يعني نبين بان هذه العبارة صحيحة يكفي ان يعني نجد حلا يكون من خلاله اغ هو المبحوث عنه، يعني اغ هو الحل، يعني اغ هو الانكوني، واكس نعتبره واحد اكس اللي هو فيكسي. يعني مثلا نقدروا نعتبره سوا اكس واحد العدد من اخر. يمكن لك تبان لك هنايا بالعين المجرد على انه هذه العباره هي عباره خاطئه، في هذه الحاله ممكن تمشي بواحد الطريقه انك تعطي مثال مضاد، يعني تعطي اكس واحد القيمه معينه، وهذيك الاكس اللي ملي كتعطي هذيك القيمه كيكون عندك واحد التناقض، او لك يكون عندك واحد المتساويه، المعادله ليس لها حل.
فبهذه الحاله كتكون بذلك قد يعني اجبت على السؤال. مثلا كاين اللي غتبان لي بان اذا كان اكس كيساوي واحد، هنا غيكون عندنا ايكغيك ناقص 2019 يساوي 2020 زائد ايكغيك، وفي هذه الحاله 2019 غتولي كتساوي ناقص 2019 غتساوي لنا 2020، وهذا خطا. اذا بالتالي فالعباره خاطئه. ولكن هناك طريقه اخرى، يعني يمكن اذا كان التعبير يعني معقد شيئا ما، يمكن ان نبدا ناخذ اكس من اخر فيكسي، يعني بمعنى اخر نعتبر اكس كانه عدد يعني معلوم، ولكن ما نعطيوش القيمه ديالو ونبحث عن ايكغيك. اذا اكس ايكغيك ناقص 2019 تساوي 2020 اكس زائد ايكغيك، نقلبوا على نكتبوا ايكغيك بدلاله اكس، تولي اكس ايكغيك ناقص ايكغيك تساوي 2020 اكس زائد 2019. اذا تكافئ بان ايكغيك عامل لاكس ناقص 1 تساوي 2020 اكس زائد 2019. اذا الملاحظ هنا قبل ما نقسم على اكس ناقص 1 انه خاص يكون اكس ناقص 1 يعني يخالف صفر. واش هاد المعلومه يعني صحيحه؟ لا، ماشي ديما. علاش؟ ان اكس قلنا ينتمي الى اخ، وبالتالي اكس يعني ناقص 1 ماشي ديما يخالف صفر. اذا هنا كنوقف على شيء، ان هنا كاين عندي اشكال، ما نقدرش نضرب في واحد على اكس ناقص واحد، لان اكس ناقص واحد ممكن يكون اكس كيساوي واحد. وبالتالي يمكن لك هنا تكتشف، توقف وتكتشف وتقول بان بوغ اكس ايكال ا، غيكون عندنا هذه المعادله اللي نعتبرها او. اذا غتولي عندي او تكافئ صفر ايكغيك يساوي 2020 في واحد زائد 2019. يعني تولي عندي صفر إيكغيك يساوي 2020 زائد 2019 هي 4000 مثلا و39. إذا 4039 هنا هذه امبوسيبل، يعني نا با دو سوليسيون. صفر في إيكغيك يساوي 4000، إذا نا با دو سوليسيون، ليس لها حل، نا با دو سوليسيون. إذا في هذه الحالة نقول أن العبارة بي 4 عبارة خاطئة. دونك بي 4 اي اون بروبوزيسيون اللي هي فوس. متفقين؟ إذا الآن نمر إلى السؤال الموالي. إذا السؤال الموالي أبنائي يقول: يوجد على الأقل إكس ينتمي إلى آر، مهما يكون إكراك من آر، إكس إكراك ناقص 6 يساوي 2 إكس ناقص 3 إكراك. بمعنى آخر، يوجد على الأقل واحد إكس من آر، كيفما خديتي إكراك فإن المتساوية تكون صحيحة. ركزوا معايا مزيان، هنا يكفي أنه إذا لاحظتي يعني لقشعتيها، بمعنى باللغه الدارجه ديالنا كنقولوا انا قشعت الجواب، يعني بان لي واحد الاكس اللي مني غنعوضو في بلاصه واحد العدد مني غنعوضو في بلاصه اكس، غتولي عندي هذا الطرف كيساوي هذا الطرف. هذاك الشيء اللي كنقلب عليه انا. مثلا انا بغيت، انا عندي اكس ايكغيك وانا عندي جوج اكس، نديرو يعني بحال نديرو التوازن. يعني مثلا اذا هاد جوج اسهم اللي هنا بغيتهم يكونوا نفس التعبير، بمعنى اخر ان اكس خصها تكون شكون تساوي ماذا؟ اكس نورمالمون خصها تكون كتساوي 3، بلاش باش يكون هاد المعامله الايكغيك ونفس المعامله الايكغيك، يعني بلوتو خصها تكون موان 3. اذا خصني نعوض اكس بموان 3، وهنا باش غيمكن لي نعوض اكس باش تولي هاد القيمه هادي اللي هي ناقص 6 بحال هادي، باش يولي عندي جوج اكس كيساوي ناقص 6. اذا اكس خصها تعوض حتى هي بناقص 3. متفقين؟ اذا في هاد الحاله اكتشفنا هذا العدد غير بالعين ديالنا، يعني غير بالعين المجرده، فقط باستعمال يعني الحساب الذهني. متفقين؟ اذا باش حنا لقينا اكس كيف ما كان ايكغيك، فان نعم اذا لقينا، اذا نقولوا مباشره يعني مثلا الا تبعتي انت الطريقه ولقيتيه، اذا تقول مباشره بوغ اكس ايكال، كتكتب هكا في الجواب بوغ اكس ايكال موان 3، يعني هذا راه عدد اللي هو كينتمي الاخ. اذا عندنا تولي عندنا موان 3 ايكغيك موان 6 كتساوي ناقص 6 ناقص 3 ايكغيك. وفي هذه الحاله هذه راه توجور فغي، يعني ديما صحيحه، لان هذه يعني تعبير كيساوي تعبير الجمع تبادلي. اذا يعني ناقص 3 ايكغيك ناقص 6 كتساوي ناقص 6 ناقص 3 ايكغيك، وبالتالي لا بروبوزيسيون بي 5 اي فغي. دونك اذا اسف، اذا صحيح، اذا دونك بي 5 اي اون بروبوزيسيون اللي هي فري. الان قالوا لنا اعطي لا نيغاسيون يعني ديال لي بروبوزيسيون بي 1 بي 2 اي بي 3. اذا ساجيب هنا يعني بسرعه.
إذن سوف أمسح عن هذا التعبير هكذا. إذن نمر الآن إلى آخر سؤال، آخر سؤال. وإذا يقول إذن آخر سؤال فيه إعطاء النيغاسيون. إذن غنبداو بالنيغاسيون ديال لا بروبوزيسيون الأولى. لاحظوا معايا هنا يمكن لي نحط غير هنايا بي ان باغ. إذن فقلنا بأن المكمم الكوني وجودي يصبح كوني، يعني يوجد تتولي كلكو سوا، إل إكزيست أو موا تتولي كلكو سوا، إكس أبارتيان إر موا. هنا غنستعملوا لي لوا دو مورغون، ولوا دو مورغون تيقول لنا بأنه إلا كان عندنا أون ديسجونكسيون دو دو بروبوزيسيون، لا نيغاسيون ديالها هي لا نيغاسيون دو دو بروبوزيسيون، ولكن أو كترجع إي و إي كترجع أو. إذن بمعنى آخر أن غندير نيغاسيون ديال إكس كاري موان ديز إكس بلوس 9 غندير يخالف صفر، و أو غنرجعها إي، والمعادلة الأخرى غتولي يعني سومي إيكواسيون، يعني تولي إكس كاري بلوس 2 إكس موان 3 ديفيرون دو زيرو. مزيان، غنشوفو دابا بي جوج أو لا بي جوج باغ، بي جوج باغ نفس الشيء، يعني لكل تصبيح يوجد على الأقل إكس ينتمي إلى آخ، والمتفاوتة أكبر أو تساوي تصبح أصغر قطعا من 2 جذر 2 إكس، و أي كترجع أو، لاحظوا مزيان، والمتفاوتة الأخرى نفس الشيء، إكس ناقص إكس مربع ناقص إكس زائد 1 على إكس مربع زائد 1 تصبح أصغر قطعا من 1 على 2. وبالنسبة لبي 3، بي 3 سأكتبها بطريقة أخرى ثم بعد ذلك أنفيها. يعني أشنو قلنا على لا بروبوزيسيون بي أمبلي كو؟ ديما الله يرضى عليكم ديروا هذه بي أو كو هي بي باغ أو كو، يعني بي امبلي كو هي بي باغ او كو. اذا نفس الشيء غندير هنا، غندير كيلكو سوا اكس ابارتيان ار، مازال ما درتش النيغاسيون الله يرضي عليكم، غندير اكس مربع زائد 9 او اكس مربع اكبر من 9 غندير لا نيغاسيون، يعني نون بي اكس اكبر قطعا النفي ديالها اكس اصغر قطعا من 9، اكس اصغر عفوا او يساوي، وكنكتب او وكنكتب البروبوزيسيون الثانيه كما هي اكس ناقص 3 فاكتور دو اكس كاري بلس 1 اي سوبر ستريكتومون ا زيرو. دابا غندوز للنيغاسيون، الان ملي غندوز للنيغاسيون غتسهل عليا، كيلكو سوا اكس ابارتيان ار غندير اكزيست اكس ابارتيان ار، وغننفي اكس اصغر من او يساوي تولي اكس اكبر قطعا من 9، او غترجع اي، و اكس موان 3 فاكتور دو اكس كاري بلوز 1 تولي انفيغور و ايكال زيرو. دونك انتهينا من هذا التمرين، نتمنى يكون تكونوا استفدتوا منه، ونتلاقاو ان شاء الله في لابارتي الثانيه من التصحيح ديال هذا الفرض. نتمنى لكم التوفيق، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتدعمونا، وشوفوا الريتم ديال الشرح الى جاكم سريع راه فقط لان التمرين سهل وبسيط، و يعني ما نخافش عليكم، راه تكونوا ديجا تدربتوا بزاف على هذا التيب دو كيستيون، غير باش ما نطيحش في باش ما يكونش الفيديو طويل وصافي. شكرا لكم.